موضوع اليوم اللي هو الكمان. طبعا هذه تعتبر الورشة الثانية للكمان. الكمان فيه لها أفكار كثير عندي براسي، فباخذها على دفعات. استخدمت الخلفية الخشب اللي زي ما تشوفون هذه، حطيتها على الأرض، الهدف إني أصور زاوية علوية، مسقط علوي. بالنسبة للإضاءة ما استخدمت إلا إضاءة واحدة فقط اللي هو السوفت بوكس هذا، فكيتها من الستاند وحطيتها على الأرض لأنها بيكون الإضاءة تكون على الجنب. واستخدمت مع العاكس هذا الكبير الجولد عشان يعكس لي هنا، واستخدمت العاكس الصغير عشان يعكس لي بالمنطقة هذه بس. بالنسبة للإعدادات زي ما تشوفون، فتحة العز كانت 10، والشتر 1 على 320، والآيزو 200، الوايت بالانس فلاش طبعاً.